كاع غايا مرحبا بكم معايا في قناتكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو جنجلانيه خفيفه وبنينه وبطريقه سهله. بالنسبه للمقادير غادي نسحقوا فيها 500 غرام مارغرين كونطريه، كاس زيت، كاس سكر غلاسي، حبه بيض، 3 مغارف حتى ربع مغارف كبار جنجلان، شويه فاني، نص مغرف صغيره لا ليفور وفارينه باش نلمو العجينه. نبدأ بسم الله بالطريقة. عندنا 500 غرام مارغرين كونطرية، نزيد لها كاس زيت، هذا الكاس فيه 220 مللتر، نزيد حبه بيض، شويه فاني، نجم ديري بودر، كاس سكر غلاسي. انا غادي نخلطهم في البيترا، نجمي تخلطيها بيديك نورمال. تخلطيها حتى يولي الخليط تاعك كوم اون كريم. دوكا نزيدو فيها 3 مغارف حتى ربعه قلنا جنجلان، اختاروا هاد النوعيه اللي تكون بيضه تجي بنينه بزاف. نزيدو نخلطو، بعد ما خلطتهم دوكا غادي نبدا نزيد في الفارينه. نزيدو معاها نص مغرف صغيره لا ليفور كتصريش، الفارينة زيدي بالتدريج حتى تلم لك. كي تكوني تخلطي بيديك ما تعجنيهاش، خلطيها غير بصبعك.
جينا لميتها تجي طريه. دوكا غادي نشعل الفرن تاعي يحمى ونبدا نشكل فيها. عندي هاد ليمون تاع سيليكون هما اللي غادي نخدم بيهم، هاد الاوفال نخدم بهذا تاعي كير. عندي جنجلان، جنجلان قلت لكم خيروا هذا الابيض باش من بعد كي يتحمر يجي الشكل تاعه يجي شباب. نتو شويه من العجين، هاكا نديروها في الجنجلان. نحطها في المول، نبدا نضغط عليها باش تدي الشكل. نضغط عليها مليح، فغلي الحبه شويه عافيه لا ليفيو غادي تزيد تطلع. ضغط عليها مليح، ثاني بنفس الطريقه ندو العجين. ساولها السطح تاعها مليح باش الخدمة تاعكم تجي متقونة والحبة تجي مليح. نكمل كاع الحبات لي بقاولي ونعاودو ليكم ونكملو مع بعض. بعد ما كملتها كاع درتها في ليمون، دوكا غادي ندخلها الفرن على نار متوسطة. كي تشوفيها نشفت والصفار اللون تاعها في الأطراف قليها. نكمل كاع الكمية لي بقاتلي ونعاودو ليكم نكملو مع بعض الديكور. هيا الكاطو تاعي بعد ما طيبتها دوكا غادي نديرو ديكوراسيون مع بعض. عندي كونفيتور، غادي ندير زوج الوان، جيبو كولورون. انا خيرت الكرونو وخيرت الفير، انتي ديري اللي بغيتي. وهذا نديرو له فير، نخلط.
دوكا غادي نعمروا الحبات. هاد الاوفال غادي نديرها الفير تعمروا في الثقب، تعمريش بزاف باش ما تخرجلكش وتمشيها. زيدوا حبه ومشيها كاع في الاطراف باش يجي الشكل تاعها مليح. والكور غادي ندير له الكرانو تاني ديري في الوسط. تجي حوالي 130 حبة، تجي كمية مليحة. نكمل كاع الحبات اللي بقاو لي ونعاودو نتلاقاو تشوفوها في صحن التقديم ان شاء الله. هاي الجنجانية واجدة، جات بنينة بزاف وخفيفة، دو في الفون والشكل جا رائع. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم وجربوها ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو اذا عجبتكم وتابونيو في لاشين، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.